نعرف ما هي استعدادات وزارة التموين لتلبية زيادة الطلب على السلع خلال شهر رمضان؟ الحقيقة تحركنا في كذا اتجاه في نفس الوقت. أول اتجاه إن احنا عملنا زيادة في المعروض من سلع أساسية زي اللحوم زي الدواجن وزي الزيوت والسكر والرز وما إلى ذلك في منافذ الأساسية الخاصة أو التابعة للشركات التابعة لوزارة التموين زي المجمعات الاستهلاكية. في خطة لزيادة عدد المنافذ في قبل شهر رمضان، في منافذ جديدة هتدخل. بالإضافة لكده عملنا معرض اسمه معرض أهل رمضان، هيكون في كل المحافظات موجود، مش فقط في القاهرة واسكندرية، لكن هيبقى منتشر في كل محافظات مصر، هتطرح فيه كميات كبيرة من السلع. كمان بالتوازي مع ده عملنا تفاهمات مع كبار المنتجين الموجودين للسلع الأساسية، إذا كان عندهم مشاكل حاولنا نشتغل على حلها عشان يقدروا يوفروا سلعهم بكميات كبيرة ومدير تكلفة إضافية، وكمان تفاهمنا معاهم إن هم هيقدروا يعرضوا هذه السلع بأسعار غير مرتفعة عن ما كانت عليه. بالتوازي مع ده أيضا تفاهمنا مع أكبر السلاسل التجارية الموجودة في مصر إن هم أيضا في سلع كتيرة هيعملوا عليها عروض، فيمكن أسعارها كمان تنخفض في رمضان بمناسبة الشهر. استشف من ده ان في بعض الاجراءات الاحترازيه لمواجهه ارتفاعات الاسعار الموسميه يعني دايما في المواسم. طبعا هي دي ده في الاجل القصير او يعني في الوقت الحالي دي الاجراءات اللي بتتعمل. طبعا عندنا اجراءات طويله الاجل في منظومه تطوير التجاره والمناطق اللوجستيه وما الى ذلك، انما بنتكلم على رمضان. نضيف اليه كمان ان احنا خدنا دعم زياده 50% تموين هيصرف في رمضان على نقاط الخبز في 30 يوم من اول يونيو لغايه 30 يونيو، وده في حد ذاته معناه ان في سلع هتضخ للمواطنين غير النقاط وغير التموين هتبقى مجانيه ليهم، فده معناه برضه